أنا قبل ما أسمع منكم أنا أود فعلا أن أقدم قبلة على رأس كل واحد من أفراد هذه الحملة. يعلم الله افتقدنا كثير يعني الشباب الموجودين في الرياض وافتقدنا أجواءهم، لكن الشباب الموجودين هنا الله يجزيهم بالخير يعني كانوا والله نجوما، وكان التكاتف والروح التي بينهم كما عهدناهم دائما في كل عام. فقبلة على رأس وعلى جبين كل واحد فيهم، الله يجزيهم عنا خير. المعتاد نطلعهم هنا ونعيش الأجواء في كل عام، لكن الحمد لله الكيكة يا دكتور تسوى والكيكة والأمور الحلوة، لكن إن شاء الله نقولها لكم عبر السناب، سناب المجد والاحتفالية والختام، حتى تتابعوا سناب شبكة المجد. الله يجزيكم خير. أنا أقدم كما قلت القبلة لهم من كان في المراسلة بالتقارير الرائعة، الزميلين الغاليين حسن عبدو وعادل بفلح الله يجزيهم بالخير، اللي خلف الكاميرات سالم عشميل الله يعطيك الصحة والعافية، فضل باذيل وفهد باحيدر الله يمسيكم بالخير جميعا ويجزيكم خير. أيضا مساعد المصور محمد باذيل اللي بيتعب معانا ويركب لنا البايكات وبيشتغل، مهندس البث هناك الأستاذ محمد الحسيني الله يعطيه الصحة والعافية. أجيب في واحد بجيبه في الأخير هو اللي متعبين وطول البعث الله يعطيه الصحة والعافية، مساعد الإنتاج اللي بيزبطنا ويجيب لنا الوجبات ويودينا ويجيبنا، أحمد السحار الله يمسيه بالخير وراح يجيب لنا العشاء ترى الله يجزيه بالخير، الله يجيبه بالسلامة. فندعوكم تشرفونا وتاكلوا معانا إن شاء الله، وإذا كنا إن شاء الله بيوصلكم، والكيك والحركات بستابعوها على السناب إن شاء الله. مونتاج التقارير محمد عماش وأحمد بن حريز الله يجزيهم بالخير، شغالين على طول على الأجهزة ويمنتجوا، خذوا التقارير وسووا وأفعلوا. والشخصيتين اللي تعبناهم، ما أقول تعبونا يعني متعونا الله يجزيهم بالخير، نواف باوزير قاعد يتكلم هناك بالجوال الله يعطيه الصحة والعافية، ومشرف الإنتاج ومدير الإنتاج الأستاذ أشرف نصر الله يجزيه بالخير، كلم الرياض كلم مدري فين وكلم، فنمسي عليهم بالخير جميعا الله يجزيهم بالخير ويكتب أجرهم ويجعلها في موازين الحسنات. وأنتم هناك حبايبنا في الرياض الله يجزيكم بالخير، الأستاذ علي العزازي، الأستاذ بندر المساعد، الأستاذ رياض الخبران، الدكتور محمد عباس، الأستاذ سامي الجار الله، الأستاذ عبد الله حبيب، الشيخ ناصر سي عبد الله، يا رب ما نكون نسيت أحد من المقدمين الله يجزيكم بالخير. هنالك أيضا نسيت أهم واحد، نسيت أهم واحد، نسيت مين؟ نسيت أهم واحد وأجمل واحد فينا وألطف واحد فينا الذي ارتبطت الصورة الذهنية عند مشاهدي المجد الله يسعدكم يا رب وموسم الحج، الجميل اللطيف أبو عبد الرحمن الدكتور خالد العتيبي، الذي إذا يعني حتى لو خرج في أي برنامج غير الموسم الحج على طول تعود الذاكرة الله يرضى عليك هذه الحج إلى الحج والأماكن المقدسة، فشكرا لك الله يرضى عليك. قبل على جبينك الطاهر يا أبو عبد الرحمن الله يجزيك خير الله يجزيك خير الله يرضى عليك ويكرمك بالعفو والعافية ويجزيك خير الله يكرمك. وأنا يمكن نسيت صاحب السناب اللي قلت أقول لكم سناب المجد العروسي، نعم سناب المجد مع المبدع عماد العروسي، نعم الله يجزيك خير. هذا يمكن اللي قرب لنا ترى اللي قرب البعيد، احنا يمكن ناقصنا شيء بسيط، ولا احنا معكم في الحدث في السناب ما شاء الله نشوف تنقلاتكم الله يرضى عليك خلال سنابات الشباب، سواء سنابك او سناب احمد السحار او سناب المجد او سنابات الشباب كلهم، سالم عشميل والشباب كلهم، فنقلتم لنا جزء كبير والله كاننا معكم. بقي شيء نحن لا نملكه وانتم لا تملكونه اللي هو المشاعر، ما نقدر عليها، لكن نسال عز ان ياجرنا ويبلغنا ان شاء الله ما نريد وفوق ما نريد باذن الله. يا دكتور خالد امين امين امين، دكتور خالد بالنوايا الطيبه انتم شركاء لنا بحول الله عز وجل، ولا تنقصون، ونسال الله عز وجل ان يكتب لكم عظيم وافضل ما كتب لعباده الصالحين يا رب. دكتور خالد مثلما انسنا بك خلف الشاشه وبهذا الجمال وبهذا الامتاع اللي دائما تعطينا اياه، السنه القادمه باذن الله سنكون معك يدا بيد باذن الله، نرسم صوره اخرى من الجمال يا رب وصورة حج. الله يرفع قدرك دكتور خالد العتيبي، كنت رائعا. الله يسعدكم الله يسعدكم، ولا ننساك ايضا من الدعوات كذلك دكتور خالد الله يسعدك الله يكرمكم ويجزيكم خير. والسنه الجايه لازم بنسوي احتفاليه ان شاء الله اذا ربي احيانا وياكم يا رب، ان شاء الله السنه القادمه يكون العام الخامس عشر على التوالي ان شاء الله يا رب، السنه القادمه مع المجد في المشاعر يا رب يا رب، كل الشكر الله يبلغنا واياكم فضله
ويعيدنا وإياكم إلى مثل هذه المواطن أعواما عديدة وإلى مواطن الرحمات وأزمنة مديدة ونحن في خير وإيمان وتوفيق وهداية وسعادة يا رب. شكرا. الله يغفر لنا ما قصرنا وما أخطأنا ويعاملنا بعفوه وكرمه وجوده وإحسانه ويعطينا فوق ما يعطي السائلين يا رب، نحن وإياكم والسامعين والحاضرين. آمين آمين. الله يجزيكم خير. شكرا. ختام هذه التغطية المباركة يعني أقول نسأل الله عز وجل يتقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والكلمة لكم، ولا تنسونا والشباب جميعا والذين هناك في استوديو الرياض وكل من هو خلف الكاميرا وكل من يعمل ويعد من خالص دعواتكم أيها الأحبة الكرام، فبها والله نتقوى. الله يجزيكم خير في أمان الله. يا أمان الله. شكرا لك على خير وخير وأنت في خير. شكرا جزيلا لك ولمن معك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يوفقنا وإياكم دوما للخير. شكرا جزيلا. هذه مشاعر الوداع، لكن أنا دائما أقول نحن لسنا لأننا في المجد نقولها، بل المجد هي ليست قناة فرد ولا عشرة، بل هي قناة الأمة، لذلك نقول هذه الكلمة وهي وقف للأمة، جزى الله خيرا من أوقفها وقدمها للناس. كثير من العاملين مثل ما قال هو خلف الكاميرات كانوا يقولون قد نجد وظائف في مؤسسات أخرى، لكن لم نجد البركة والخير وراحة البال إلا في المجد. نحن بين بداية ولقاء ووداع، نشاهد هذا التقرير ثم نعود بإذن الله. لبيك يا حملنا الحنين، لبيك يا الله، والشوق دوما في اتساع، لبيك يا الله.